لا يمضي هذا الأسبوع من دون إعلان مرشح رئاسة الوزراء، هذا ما أكده مصدر من داخل قوى الإطار ليو تي في، فيما تشير تسريبات إلى أن الخيار سيقع على شخص من الوجوه الجديدة إذا اتفقت عليه جميع قوى التنسيقي. هو بالتأكيد لن يكون من الخط الأول كما أعلن الإطار نفسه، واليوم الحوارات هي حوارات يعني تقريبا على أعلى مستوى، لكن هذا يعني أمر لحد اللحظة غير محسوم، لأنه هل من الممكن العودة إلى الخط الأول؟ هذا أمر سيحسم في خلال هاليومين القادمين. فليكن هدفنا جميعا هو راحة الضمير أمامنا. وما إن استوعب الإطار رسائل الصدر النارية عبر خطبة صلاة الجمعة الموحدة، حتى بدأ اجتماعا مفتوحا وجه عبره دعوة إلى البرلمان لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع لاستكمال تشكيل الحكومة، وسط دعوات للإطار بأن يأخذ في الحسبان رسائل الصدر العشرة بشأن تشكيل الحكومة. عندما طرحت أمس وشاهدنا جميعا الأعداد الكبيرة التي حضرت إلى صلاة الجمعة، دلالة على أنه هنالك مقبولية لهذه النقاط ودعم لهذه النقاط، فعلى الإطار التنسيقي إذا أراد أن ينجح أن يأخذ جزء من هذه ويضعه في برنامج الحكومة حتى يسهل عملية استمرار الحكومة وتشكيل الحكومة بأسرع وقت. إخراج ما تبقى من الاحتلال. وعن موقف الإطار من توصيات الصدر لتشكيل الحكومة، فتشير مصادر من داخل التنسيقي إلى أن قواه غير ملزمة بما طرحه زعيم التيار عبر منبر الجمعة، ما يزيد سخونة المشهد السياسي المربك بين الخلافات على مرشح رئاسة الحكومة وغضب الشارع. أحمد مؤيد، يو تي في، بغداد.